السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله. سوف نمرح معا. عمر وهنا. أين ميمي؟ أين هي؟ هلا؟ عما تبحثين؟ أبحث عن عدسة المكبرة. أين وضعتها آخر مرة؟ لقد كانت هنا. ليس الآن يا ميمي. لا تقلقا، المحققان عمر وهنا يمكنهما العثور على أي شيء. ننجح دوما حين نتحلى بالصبر. إن شاء الله نجد ما أضعنا. ياي وجدتها. لحظة، لكن ترى من وضعها هنا؟ يبدو أنه لغز. واو 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 أو. هاي توقفي يا ميمي. محقق عمر انظر هنا. ها دليل. ميمي أنت المشتبه به الرئيسي. ميمي مزقت كتابي. لنذهب. انتهينا من اللعب معك يا ميمي. ميمي اذهبي. حسنا. عمر هنا لندخل. حسنا يا أمي. ها أين ميمي؟ ربما ميمي تلعب البحث والاختباء. المحققان عمر وهنا يمكنهما العثور على أي شيء. ميمي أين أنت؟ أين ذهبت؟ سنبحث معا ونواصل البحث. سنبحث هنا وأيضا هنا. أها ها هي. ها؟ أين ميمي؟ أين هي؟ آخر مرة رأينا ميمي. أوه، كانت في الخارج. لابد أنها في الخارج إذن. علينا أن نبحث ونواصل البحث. إن شاء الله نجد ما أضعنا. ها؟ أين أنت يا ميمي؟ ميمي ضائعة؟ ماذا سنفعل؟ عمر، هنا، ما الأمر؟ أمي، ميمي ضائعة. ها؟ بحثنا في كل مكان. لكننا لم نجدها، لا نعرف أين ذهبت. انتظرا. اهدأ الآن يا عمر وهنا، سنبحث معا لنجد ميمي. ساعدنا يا رب حتى نتحلى بالصبر. إن شاء الله نجد ما أضعنا. هاي ذلك طوق ميمي. ميمي أين أنت يا ميمي؟ نرجوك عودي إلى المنزل.
أعتقدك يا ميمي. لم أقصد أن أغضب منك. وأنا أيضاً. ما زلت أعتقد أن المحققين عمر وهنا يمكنهما إيجاد أي شيء. لن نستسلم يا أمي. هيا لنعثر على ميمي. 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 ننجح دوما حين نتحلى بالصبر، إن شاء الله نجد ما أضعنا. ميمي، نحن آسفان جدا. نعدك أن نلعب معك ونحبك دوما. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه حين نفقد شيئا ثمينا علينا البحث عنه والتحلي بالصبر، وستجدونه إن شاء الله. الحمد لله. نحب ميمي. ها؟ أمسكيها أمسكيها أمسكيها. سأمسك بك. إيه. ها؟ ميمي، وقت الحمام. أريد مواصلة اللعب. هاي ميمي، يجب أن تستحم. إذا لم تستحم ميمي ستمرض. ها؟ لكن لماذا؟ فكرا. نفكر؟ إذا لم تستحم فإن الحشرات ستلسعها وستمرض. لا أريد أن تمرض ميمي، فأنا أحبها. حسناً، إن كنت تحبينها يجب أن تحمميها. أريد أن أحممها. لحظة، لكن قبل ذلك بالفرشاة. بالفرشاة نزيل الشعر. نزيل الشعر حتى تبقى نظيفة. دوماً سنحممها. انتظرا، سوف أعود. ميمي، سننظفك. ها؟ عمر، هنا. ميمي لا تحب الماء البارد، تحبه دافئا. هذا صحيح، ننشفها جيدا. ميمي نظيفة. واو. ميمي نظيفة. تفضلي. ميمي، وقت الطعام. كل المزيد، تفضلي. ميمي، كلي طعامك. هنا. لا تطعميها أكثر، فقط ما يكفي لتبقى بصحة جيدة. لا تبالغ في إطعامها، فقط مرتين في اليوم. ها؟ ميمي؟ إلى أين ذهبت؟
ميمي مقرفة. هناك مشكلة. أوه. علينا تنظيف إناء التبول الخاص بها. ها؟ إذا كان الإناء متسخاً لن تتمكن من التبول ويمكن أن تمرض. لا أريد أن تمرض، فأنا أحبها. إذا كنت تحبينها فما رأيك أن ننظف 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 الإناء، نملأه ثانية، نملأه بالرمل. علينا تنظيف إناء ميمي دائماً، فهكذا نعبر لها عن حبنا. ثمانية، تسعة، عشرة. ها ها. بو. ميمي. نهتم بميمي ننظفها دوما. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أن الاعتناء بالقطط هو سنة؟ علينا أن نحب القطط ونعاملها كأفراد عائلتنا، والله سيحبنا. الحمد لله. نريد جدتي وجدي. السلام عليكما. وعليكم السلام. أين عمر وهنا؟ ها؟ عمر، هنا، اخرجا لنزور جديكما. لم أكن أريد المجيء، أردت زيارة صوفي. وأنا أيضا. عمر، هنا، جديكما من العائلة، علينا أن نحب عائلتنا أولا قبل الآخرين. أبي، زيارة صوفي ممتعة أكثر، لديهم طعام لذيذ وسيارات سريعة. فروم فروم. ستستمتعان هنا أيضاً، ستقضيان وقتاً ممتعاً. عمر، هنا، الطعام. أعد الجد والجدة كل أنواع الطعام اللذيذ. حسناً. هيا عمر وهنا تناول العشاء. واو، ما كل هذا الطعام؟ يبدو لذيذاً. انتظر دقيقة لندعو أولاً بالهناء والشفاء كلا حتى تشبع. طعمه لذيذاً وزيارة عائلتنا تسعدنا. نقضي الوقت معاً ونصبح أكثر قرباً. شكراً جدي وجدتي. نحب عائلتنا والله يحبنا. ها؟ 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 هيا. رم رم. هنا، هذا ممل. سيارة صوفي أمتع بكثير. ها؟ هاي، لما لا نذهب جميعاً إلى مشغلي؟ يا عمر وهنا لنصنع سيارة. نصنع سيارة؟ ستريان، اجمعوا القطاع معاً. هذا ليس صعباً، لونها معاً.
تبدو جيدة حتى الآن. اجمعوها وستصبح لديكم سيارة جميلة جدا. زيارة عائلتنا تسعدنا، نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا. واو، إنها سريعة جدا. نحب عائلتنا والله يحبنا. واو. ها ها ها. أوه لا، لقد تحطمت. إنا لله، أنت بخير عزيزتي. لو كانت سيارة صوفي لما تحطمت هكذا. ماذا يجري؟ أو لا شيء، مجرد التواء بسيط. لا يبدو الأمر بسيطا. لنذهب إلى المستشفى. ها؟ عمر، هنا، لنأكل. لكن أمي، أين جدتي وجدي؟ جدك مع جدتك في المستشفى. ها؟ لكن لماذا؟ يجب أن يتأكد الطبيب من أن قدم الجدة بخير. عمر، هنا، ما الأمر؟ ها؟ أريد جدتي وجدي. وأنا أيضاً. عمر، هنا. جدتي، جدي. أعو. نشعر بالسعادة مع عائلتنا، نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا. الحمد لله. نحب عائلتنا والله يحبنا. نحب عائلتنا والله يحبنا. عمر، هنا، سنغادر الآن. ها؟ أوه، لا أريد الذهاب، أريد البقاء مع جدتي وجدي. وأنا أيضاً. ها؟ لم تحبا البقاء هنا. ما رأيكما بزيارتهما قريباً؟ حسناً. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ من الجيد التقرب من أفراد عائلتنا، وعلينا زيارتهم وقضاء الوقت معا أيضا. الحمد لله. أبي، أرجوك عد إلى المنزل. أين تذكرتي؟ ها؟ أوه لا، تأخرت. مرحبا أبي. انتهيت. أبي، أبي، انظر. واو، أحسنت، أحسنت. أبي، تعال ولون معنا. انظر يا أبي، إنه ديناصور. ليس الآن. نعم سيدي، أنا جاهز. نعم، 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 سأغادر الآن. يمكننا اللعب لاحقاً، علي الذهاب إلى العمل الآن. عمر، هنا، ألن تلعبا معي لاحقاً؟ أبوكما آسف. والدكما يحبكما كثيراً. موه موه موه. عزيزي، ستتأخر. ها؟ لا تنسيا، أنا أحبكما. هيا هيا، ستفوتك الطائرة. عمر، هنا، أنا ذاهب إلى العمل. عمر، هنا، والدكما ناداكما، لما لم تجيبا؟ أبي ليس صديقنا، هو يحب العمل فقط. أبي لا يهتم بنا. أها أها،
والدكما يعمل لأنه يهتم بنا ويحبنا أكثر من أي شيء. حقاً؟ يعمل لنعيش في أجمل بيت، ويشتري لنا أجمل الملابس، ويحضر دوماً أطيب طعام لعمر وهنا. لهذا يعمل والدكما كثيراً، وهذا لأن والدكما يحبنا. تأخر أبي كثيراً. أمي، متى سيعود أبي إلى المنزل؟ ها؟ لن يعود الليلة عزيزتي. لن يعود؟ والدكما خارج المدينة. والدكما يحبكما كثيراً. موه موه موه. لا تنسيا، أنا أحبكما. عمر، هنا، أنا أحبكما. أبي، أشتاق إلى أبي، أريد أبي. إذن جربي أن تحضني قميصه، كما لو أن والدك هنا. أبي يتصل، أبي يتصل. السلام عليكم، مرحباً، كيف حال أحبائي؟ وعليكم السلام عزيزي، هناك من يشتاقان إليك. أبي، أبي، متى ستعود إلى المنزل؟ أبي، أرجوك عود. سأعود غدا عزيزي. هل تناولت العشاء؟ ليس بعد. أتعرف ماذا فعلت اليوم؟ عمر، هنا، استيقظا، والدكما سيعود اليوم. ياي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم احفظ والدنا من الأذى. كم أتمنى العودة إلى البيت، كم أنا مشتاق لعائلتي. الله. لماذا لا يجيب؟ أين أبي؟ متى سيعود أبي؟ يفترض أن يكون قد وصل. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا؟ ماذا؟ ماذا يجري؟ أبي، اشتقنا إليك يا أبي. وأنا أيضاً. أهلاً بعودتك أبي. اللهم احفظ عائلتنا من الأذى، اللهم باركنا جميعاً. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أن والدانا يعملان بجداً من أجلنا؟ وذلك متعب، لذا لنعبر لهما عن حبنا دوما. الحمد لله. ماذا كانت أمي لتفعل؟ ها؟ أطلق عليه النار يا عمر. Ha!
حسناً يكفي، أمكما تأخرت. لا أعرف، أيمكنك الاعتناء بعمر وهنا؟ نعم، يمكنني ذلك. يمكنني ألا أذهب؟ ها، هيا اذهبي. سأعد العشاء حين أعود، حسناً؟ حسناً، استمتعي بوقتك. نراك لاحقاً أمي، وداعاً. تركت قائمة على باب الثلاجة. ها؟ قائمة؟ أية قائمة؟ قائمة الأعمال المنزلية، لا تبدو أنها طويلة. لا تتزهم يا أبي، نحن سوف نساعدك. المساعدة ممتعة، هيا لنعمل سويا. أهلا بك، هذه لك سيدتي. أوه شكرا. انتهيت من غسيل الملابس، والآن بقي علي كنس الأرض ومسحها والأطباق والحمامات، هذا كثير. الأمور على ما يرام؟ هل أكل الأطفال؟ اتصل بي إن حدث شيء. أحدثت فوضى. عمر، لا تخبر أبي. كيف تفعل زوجتي كل شيء؟ أبي، نحن جائعان. حسن، ماذا تريدان أن تأكلا؟ هذا جيد. جيد جدا، صحيح؟ ها؟ جيد جدا، ويبعث على الراحة. أتشعرين بالراحة؟ أتشعرين بالراحة؟ استرخي، لا داعي للقلق، جميعهم بخير. تراجعا أيها الجنديان، استمرا استمرا. ماذا كانت أمي لتفعل؟ ليت أمي كانت هنا. ماذا تفعل أمكما عادة؟ أمي تضعها كلها. الأمور على ما يرام؟ أمي! انتهينا! أنت رائعة أمي! أنتم بخير؟ أتريدونني أن أعود؟ نحن بخير، لا تقلقي، نحبك، وداعاً! شكراً لك يا أمي على كل شيء، بفضلك أنت نحيا بسعادة. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، ليجزيك الله كل خير. انتهينا. وداعاً. أعطني إياه. إياه. ياي! أمي أمي، كنت مهذباً وساعدت أبي في التنظيف. وأنا أيضاً. غسلنا الأطباق وطوينا الملابس. واو! والأهم من كل ذلك، أعددنا العشاء. شكراً جزيلاً لكم، شكراً على كل شيء، ليبارككم الله، آمين، الحمد لله. أحسنتم صنعاً، سأخرج أكثر من المنزل. ماذا؟ لا! السلام عليكم.
يا أصدقاء، هل تعلمون أنه علينا مساعدة والدينا في الأعمال المنزلية لنقوم بها كعائلة؟ فذلك ممتع. الحمد لله. ها؟ ما هذا الصوت؟ أمي، أبي، ماذا تفعلان؟ اسمعا يا عمر وهنا، صوت الطبيعة خلقه الله، رائع سبحان الله. في جميع أنحاء الكون تسبح المخلوقات وتعبر عن حمدها لله خالقها. الله إلهنا وليس كمثله شيء، احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. مالح جدا. يم يم. ها؟ ما هذا الصوت؟ يم يم. أمي، أبي. ها؟ ما الذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات. لا شيء هنا. لا شيء؟ لنستعد، يكاد يحين وقت المغرب. حسناً. ما هذا الصوت؟ عمر، هنا، لما لا نتحرى الأمر؟ ها؟ أنت تمزح. أنا خائفة. لا تخافا، أمكما وأبوكما هنا. انظرا يا عمر وهنا، الضفدع خلقه الله. ضفدع لطيف جدا، رائع سبحان الله. واو. ها؟ ما هذا الصوت؟ لنتحرى الأمر. ها؟ انظرا يا عمر وهنا، البومة خلقها الله. واو، إنها بومة، رائع سبحان الله. لم يعد الصوت مخيفا. أها، بل هو جميل. الحمد لله. ها؟ ما هذا الصوت؟ ها؟ ها؟ أمي، أبي، أنا خائفة حقا. لا عليك، أمك وأبوك. واو، إنها لطيفة جدا. ها؟ واو واو، تلك سناجب طائرة. أوه، عمر، هنا، أتريدان رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعاليا معي.
واو! سبحان الله! الله إلهنا وليس كمثله شيء. احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ حين تصدر الحيوانات أصواتاً فهي تسبح الله وتعبر عن حمدها له، لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات. الحمد لله. كعكة الفاكهة هذه لي. أمي، أبي، ماذا تعدان؟ أمكما وأبوكما يعدان كعك الفاكهة. كعك الفاكهة لذيذة جدا، أحب كعكة الفاكهة. واو! أريد المساعدة. أوه، وأنا أيضا، وأنا أيضا. بالطبع، لنعدها معا. أنا أساعد أبي في إعداد الكعك. أنا أساعد أمي في إعداد الكعك. نحن نعد الكعك اليوم وسنعطيه للآخرين. ها؟ العطاء عمل صالح ينير يومنا. نعطيه للآخرين؟ لكن أنا أحب كعك الفاكهة. إن أعطيناه للآخرين لن يتبقى شيء لي. هنا، إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. أوه، حسناً. لا تقلقي، سأعد الكثير منها، وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها. ياي، الحمد لله. سنأخذ الكعك إلى المسجد الليلة، حسناً؟ حسناً. أمي، في المسجد، يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع عزيزتي. عمر، أنا. مرحباً يا أصدقاء. واو، رائحة طيبة، ما هذا؟ كعك الفاكهة. سنعطيها للآخرين، أتريدون؟ نعم، رجاءً. وأنا أيضاً. بالطبع، كعكة لكل منكم. رائع، رائع. شكراً لكما. هاي، انتظراني. ها؟ تفضل. ها؟ لم يقل شكرا حتى. نحن نعطي الآخرين، هذا عمل الخير. شكرا يا هنا وعمر من كل قلبي. نحن نعطيكم الكعك ليكن يومكم سعيدا. هيا جميعا تناولوا الكعك اليوم. أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة. هنا، أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة. هنا، أرجوك لا تكوني كذلك. حسناً. أحسنت أختي الصغيرة. أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانيةً. الحمد لله، الجميع تناول كعكة الفاكهة.
ياي، تبقى بعض منها لي. لا يمكنكما الإمساك به، لا يمكنكما. لا بأس، تبقت كعكة واحدة. لا، لن تأخذها، كعكة الفاكهة هذه لي. هنا، لا بأس يا هنا. لكن يا عمر، لقد أخذ اثنتين. هنا، أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. تفضل. أحسنت يا أختي الصغيرة. هل هذه لي؟ واو، شكرا لك. أحب كعكة الفاكهة، لنأكلها معا. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون؟ أننا حين نعطي أشياء نحبها فهذا هو أفضل أنواع العطاء. الحمد لله. أنس ليلى، أنس ليلى، أنس ليلى، أنس ليلى. الله أكبر. الحمد لله. يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. يا الله، اجعل هذا اليوم يسيراً. آمين. السلام عليكم أنسة ليلى. وعليكم السلام. صباح الخير نورو. نورو؟ ها؟ هي نورو، كيف تسير الوحوش؟ ها؟ هكذا. شكرا أنسة ليلى. ها، صباح الخير أنسة ليلى. صباح الخير. يا أطفال، اليوم سوف... لا يمكنك الإمساك بي. صفقوا صفقتين. صفقوا صفقتين. صفقوا ثلاث صفقات. رائع، والآن لنبدأ. يا أولاد، اليوم سنتعلم الطرح. الطرح؟ حسناً، أخرجوا كتاب الرياضيات وافتحوا الصفحة السابعة. والآن لنتخيل. سبع تفاحات، أكلت ثلاثة. كم تفاحة تبقى لدينا؟ واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة. أحسنتما. ها؟ لكن لا أرى التفاح. نعم صحيح، لا أراه أيضا. ألم تسمعوا؟ الآنسة ليلى قالت لنتخيل. لكن كيف؟ أها، افعلوا مثلي. سبعة أصابع، خبأنا ثلاثة. كم إصبع
أحسنت. هل فهمتم؟ فهمنا. حسنا، أجيب عن الأسئلة، وإن احتجتم المساعدة أخبروني. حسنا. آنسة ليلى، لا يمكنني حل شيء. هل جربت استخدام أصابعك؟ نعم آنسة ليلى، لا أفهم. لما لا نحاول الآن؟ آنسة ليلى؟ هل جميع إجاباتي صحيحة؟ آنسة ليلى، أنا جائع. انتظر قليلاً، سنأخذ استراحة قريباً. علي الذهاب إلى الحمام. ها؟ هل هذه صحيحة؟ ها؟ ها؟ توقف يا فارس. الآنسة ليلى مذنبة. واحد، اثنان، خمسة. انتظروا، انتظروا، أريد مواصلة المحاولة. آنسة ليلى. لا، رجاء. آنسة ليلى. ها؟ يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. آنسة ليلى. آنسة ليلى. آنسة ليلى. آنسة ليلى. صفقوا صفقة. صفقوا صفقتين. صفقوا ثلاث صفقات. جيد جدا. ياي. وداعا آنسة ليلى. وداعا أبي. شكرا على مجهودك آنسة ليلى. على الرحب والسعة. ها؟ شكرا آنسة ليلى. لا عليك نورو. الحمد لله. السلام عليكم. مرحبا. نعم نعم، لدينا حصة رياضة غدا. حسنا، على الرحب والسعة. السلام عليكم. أليس المعلمون رائعون؟ التعليم متعب جداً. والمعلمون يعملون بجدٍ لتدريسنا. إذن لنقول شكراً لمعلمينا. الحمد لله. واو، يا لها من ألعاب نارية رائعة. أيها القائد عمر، تم تحديد وجهتنا التالية، نحن مستعدون للإقلاع. رائع، تشغيل الطيار الآلي نحو وجهتنا. مستعدون، لكن قائد عمر، إلى أين نحن ذاهبون؟ إن شاء الله سنذهب الليلة إلى المدينة، توجد ألعاب نارية رائعة. ألعاب نارية؟ الألعاب النارية جميلة، يطلقون أشكالاً مختلفة. أوه. إنها ملونة. وتضيء سماء الليل بأكملها. واو، جميل جدا. مستعدون، لننطلق. لننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الألعاب النارية ملونة وجميلة، تضيء سماء الليل، كم هي جميلة. رؤيتها مع العائلة تسعدنا جدا. ها؟ انتباه، حركة مرور كثيفة أمامك. ها؟ هل وصلنا يا أبي؟ ليس بعد، هناك ازدحام مروري. ها؟ ها، لا تقلقوا، أعرف طريقا مختصرة. إعادة حساب المسار. إن شاء الله سنصل قريبا. حسنا. ياي. أسلك المخرج الأيمن. أبوكما وعدكما وقال إن شاء الله وسوف يفي بوعده. يا
لنرى ألعاب نارية. إنه يبحث الآن عن طريق بديل. أسلك المخرج الأيمن، انعطف يمينا. أها ها؟ يا إلهي، هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ لا، ليس بعد، الطريق مغلق. آه، ماذا سنفعل؟ أريد رؤية الألعاب النارية. لا بأس، سأجد طريقا آخر. حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. إعادة حساب المسار. لا يمكن تحديد الوجهة. إعادة حساب المسار. متى سوف نصل؟ سنصل قريبا إن شاء الله. حسنا، حين يكون الأمر صعبا ادعوا الله ليساعدكما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. ساعدنا يا رب وسهل الأمر واجعلنا أكثر سعادة. ها؟ أولا! قائد عمر، تحذير! تحذير! استعد للهبوط الاضطراري! ها؟ إنا لله، لدينا إطار مثقوب. هل الجميع بخير؟ ها؟ ماذا حدث؟ لما توقفنا يا أبي؟ اصبري يا عزيزتي، لدينا إطار مثقوب. علي تغييره، لن أتأخر. لن نصل، أليس كذلك؟ أريد رؤية الألعاب النارية. أنا وأبوكما نرغب في أن نريكما الألعاب النارية الجميلة، لكن في الحقيقة نحن نخطط ونبذل جهدنا، لكن الله هو من يقرر ما سيحدث. ها؟ واو! تذكرا دائما أن قرارات الله أفضل من أمنياتنا. سبحان الله، ألعاب نارية رائعة. نخطط كثيرا لكن الله يجعلنا أكثر سعادة. يجعلنا أكثر سعادة. الحمد لله. أين نحن؟ مرحبا. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه حين نخطط لفعل شيء علينا أن نبذل جهدنا ونترك الباقي لله، والله سيعطينا ما هو أفضل لنا إن شاء الله. واو، قوية جدا. كانت هذه المدينة جميلة وهادئة حتى هاجمها وحش. روبي العجيبة تطلق الليزر. قوية جدا، أريد أن أكون قوية مثل روبي العجيبة. تيركس أقوى. الأمور تحت السيطرة. رور. هاي عمر، أنا
أنا أحاول أن أسمع أبي. الأمور تحت السيطرة من جديد وكل ما عمر عمر، هنا، كونا لطيفين. لكن أبي، صوت عمر عالٍ. عمر، أيمكنك اللعب بهدوء؟ أوه، لكن صوت تيركس عالٍ. أريد أن أسمع عن روبي العجيبة. هذا ليس ممتعاً كاللعب بتيركس. رور رور. هيا تنفس بعمق، هيا اجلس وحدك. حين نصبر عند الغضب يرضى الله عنا. هل يمكنك أن تخفض صوت تيركس؟ هنا لا يمكنها سماعي. حسناً، لن أحدث ضجة. أحسنت صنعاً. الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للبطلة الخارقة روبي العجيبة. تيركس أقوى بكثير. عم يم 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 يم. عم عم روبي العجيبة أقوى. هي تيركس. هاي، أعدها إلي. ها؟ مستحيل، إنها ضعيفة. روبي العجيبة هي الأقوى. بل تيركس هو الأقوى. رور. حقا، خذ هذا شعاع الليزر الأحمر. نار تيركس الحارقة. هي عمر. هنا عمر. هنا عمر. هنا. أستغفر الله العظيم. هيا تنفس بعمق. عمر بدأ أولا. هيا اجلس وحدك. هنا كسر التيركس. انكسر لأن روبي الأقوى. بل تقصدين تيركس. كفى، كلاكما مخطئ. ها؟ لأنني الأقوى. أتعلمان أن الأقوى هو من يكون أكثر صبراً حين يغضب؟ أكثر صبراً حين يغضب؟ لا تنفعل حين تغضب. الصبر عند الغضب يدل على القوة. يمكنني الغضب لأنكما تتشاجران، لكنني قررت أن أصبر، لأنني حين أصبر أصبح قوياً أيضاً. ها! واو! نريد أن نكون أقوياء مثلك. لكن أبي، ماذا نفعل؟ هيا اشربا واهدأ وتسامحا، هذا أفضل. لا تنفعل حين تغضب. الصبر عند الغضب يدل على القوة. أنا آسف هنا. وأنا أيضا. هيا. الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للأبطال الخارقين الثلاثة الصبورين. الصبر عند الغضب يدل على القوة. الصبر عند الغضب يدل على القوة. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أن الشخص الأقوى هو من يمكنه السيطرة على غضبه؟ لذا لنصبر عند الغضب.
لنصبح أقوياء. الحمد لله. ركوب الدراجات الهوائية. هيا يا عمر لننطلق. انتظري يا هنا، لم نقرأ دعاء السفر بعد. أنت محق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مرحبا، لقد عدت. ها؟ عمر، هنا، لدي مفاجأة لكما. واو، دراجتان جميلتان. شكرا جزيلا أبي. على الرحب والسعة، لنركبهما في الحديقة. ياي. هي، قبل الانطلاق ماذا عليكما أن تفعلا؟ أعرف يا أبي، نقرأ دعاء السفر. أحسنت، وعليكما ارتداء معدات السلامة. علينا أن نحتاط أيضاً. حسناً. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واو، ها، ياي. ها؟ هذا صعب. لا بأس هنا، واصل المحاولة. حسنا. أقوى يا هنا، أنت لا تتحركين. حسنا. أها. جرب أن تركبها هكذا. هذا سهل. يا واو 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 يا. هذا صعب. بيب بيب. أقوى يا عمر، أنت لا تتحرك. هي. ها عمر، كن حذرا. ها، أراك لاحقا. عليك أن تدوسي هكذا. ياي، إنها تتحرك. شكرا أبي. على الرحب والسعة. واو 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 واو. أمسكتك يا عمر، كن حذرا. حسنا أبي. كونا حذرين. بالطبع أبي. عمر، أتريد التسابق إلى تلك الشجرة؟ من يصل أولا هو الفائز. ها هنا، انتظري. ها هي عمر، توقف. ها ها. إنه شديد الانحدار. أنا خائفة، سوف أنزل ببطء. لا تخافي يا هنا، لنقرأ الدعاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ها؟ هي عمر، كن حذرا. هذا سهل جدا، كما أننا قرأنا الدعاء. يا أو واو 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 واو. أستغفر الله العظيم، هل أنت بخير؟ أظن ذلك. أبي، لقد قرأت الدعاء ولكنني مع ذلك وقعت. قراءة الدعاء مهمة، لكن الحذر مهم أيضاً. هذا ما فعلته، كنت حذرة. عليك السير ببطء. حسناً.
وستكون بأمان إن شاء الله. حسناً أبي، من الآن فصاعداً سأكون حذراً. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله يباركنا ويجعل كل شيء ممكنا، لا حول ولا قوة لنا من دونك يا الله. الحمد لك يا الله على رعايتك لنا دوما. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. قبل ركوب الدراجة علينا قراءة الدعاء وارتداء الخوذة والقيادة بحذر أيضا، وستكونون بأمان إن شاء الله. الحمد لله. ها؟ الماء مقطوع؟ ها؟ عمر، هنا، لن يكون لدينا ماء غداً، علينا ترشيد استهلاك الماء، فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء. تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء. لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا. ها؟ لا. إذن عليكما ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفد. الله يحب الشاكرين. حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه. والآن حان وقت النوم. تصبحين على خير يا أمي. عمر، ها؟ قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه. لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا. هاي. ها. ها؟ انقطع الماء. هنا انقطع الماء. ها؟ أترين؟ لا يوجد ماء. هنا لا يوجد ماء. أمي انقطع الماء. ها؟ ماذا سنفعل؟ لم أستحم ولم أنظف أسناني. لا تقلقا، احتفظت ببعض الماء. رشد استهلاك الماء كي لا ينفد أبدا. استهلك ما تحتاجون ثم أغلق الصنبور. ياي نحن نظيفان. ها؟ أها. أمي انظري إلينا نجمع مياه الأمطار. حين نجمعها في دلاء سنستخدمها ثانية. هيا جميعا رشد استهلاك الماء لنكن شاكرين ونعم الله رائعا. هاي عمر، أغلق الصنبور، أنت تسرف في الماء. لا بأس، أمي احتفظت بالماء، مؤكد لدينا الكثير منه. صحيح. عمر، هنا، تعالا لتأكلا. نحن قادمان. ها؟ ما الأمر يا عمر؟ ها؟ ها؟ لقد انقطع الماء. ماذا؟
انتظري، جمعنا ماء المطر صحيح؟ أوه نعم. ها؟ أين ماء المطر؟ استخدمته في غسل الملابس. ما الأمر؟ أمي ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. كيف سنستحم؟ أمي ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. سنغتسل. ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبور والماء الذي احتفظنا به. أولا لا نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا. ستصبح رائحتنا نتنة. عمر، ألم تستهلك الماء بحذر؟ آسف يا أمي، نسيت إغلاق الصنبور قبل النزول. وأنا أيضا آسفة. يبدو أنها شاحنة نقل الماء. ها؟ يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة. ياي، الحمد لله. تذكرا، علينا ترشيد استهلاك الماء. إن الله يحب الشاكرين. إن شاء الله، سأقتصد في استهلاك الماء. وأنا أيضا. واو واو واو. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا أسرفنا في الماء فإنه سوف ينفد؟ لذا علينا ترشيد استهلاك الماء. الله يحب ذلك. الحمد لله. ماذا يوجد في الصندوق؟ ها؟ ماذا يوجد فيه؟ في الصندوق؟ أريد أن أعرف أيضا. ليس فيه شيء. ها؟ هي، لا تركضي. لا شيء في الصندوق. كفّ ملاحقتي. أرينا يا ليزا. لا، لن أفعل. أي. آه. ها؟ أوبس. ماذا حدث للكتب؟ آسفة آنسة ليلى، أوقات الكتب وكانا يلتقطانها. أوه، احذري في المرة القادمة. من اللطف أنك قلت الصدق. شكراً آنسة ليلى. الله يحب أن نكون صادقين. هلا ساعدتني في حمل الطعام يا ليزا؟ بالتأكيد. سأعود. حسناً، انتهيت. هاي عمر، انظر، أخيراً تركت ليزا صندوقها. لنلقي نظرة. ماذا يوجد في الصندوق؟ واو، إنه عنكبوت. عمر، انظر إلى عينيه. ها؟ فارس، خذ. ها؟ لا، الرسول محمد معروف بصدقه. ساعديني. ما الأمر؟ ساعديني، هناك عنكبوت ضخم. عنكبوت؟ إنه لليزا. لما هو منقلب على ظهره؟ ها؟ منقلب؟ أتعتقدان أنه مريض؟ ها؟ كان يبدو بحالة جيدة. ربما. ربما ماذا؟ لا شيء، ربما كان نائما. نوما هنيئا سيد عنكبوت. لكن أهو نائم؟ يمكننا أن نحاول إيقاظه. فارس، علينا أن نخبر ليزا. لكن ماذا سوف تفعل بنا؟ الآنسة ليلى تقول إن علينا قول الصدق دائما. أخشى
لنجرب ذلك. هذا هو صديقي. ها هم يا 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 يا. ها اها وجدتها. اها يا 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 يا. ها فارس. نعم. علينا إخبار ليزا. لم يستيقظ. لكن عمر. تذكر يا فارس إن الله يحب أن نكون صادقين. إن شاء الله سيحبنا الله أيضا. فارس ماذا تحمل؟ ها؟ إنه صندوق عنكبوت. عناكب. لماذا لا يتحرك؟ يبدو ميتاً. عنكبوت ميت؟ ميت؟ من الذي مات؟ ماذا يجري؟ أليس هذا؟ ليزا نحن آسفان حقاً. لقد كنا نعبث وانقلب العنكبوت على ظهره فحاولنا إيقاظه لكننا فشلنا. نظن العنكبوت قد مات. هو ليس ميتاً. ها؟ إنه يتحرك ثانية. إنه يغير جلده. إنه يغير جلده. واو سبحان الله. شكراً يا عمر وفارس على صدقكما معي. على الرحب والسعة. الله يحب أن نكون صادقين. هذا صحيح. الله يحب أن نكون صادقين. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أنه حين نخطئ علينا قول الصدق وأن نعتذر كي يحبنا الله؟ الحمد لله. تعالوا واشتروا. واو ماذا تبيعان؟ العصير اللذيذ. اشتروا عصير الفاكهة. واو يبدو لذيذا. أهلا ماذا تريد؟ أها أريد عصير البطيخ. بالتأكيد لحظة واحدة. تفضل سيدي. هذا ليس عصير بطيخ إنها صلصة حارة. لعبة المجاري رائعة. لما لا نبيع عصير الفاكهة؟ لنفعل ذلك. لنبيع عصير الفاكهة. عصير لذيذ. اشتروا منا عصير الفاكهة. سينتشر الخبر. حسناً جميعاً انظروا إلي وقولوا عصيراً لذيذ. عصيراً لذيذ. هاشتاغ عصيراً لذيذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ موسى اشتري العصير اللذيذ. يبدو لذيذاً. أريد كأساً. بالطبع أستاذ. نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير. إنه جاهز. إنه جاهز. شكراً أستاذ. على الرحب والسعة. من عثر عليها يأخذها. أستاذ موسى انتظر. عمر هنا هذه ليست نقودنا. علينا إعادتها. علينا أن نكون أمناء حتى يبارك الله في رزقنا. بسم الله. سبحان الله لذيذ جداً. علي نشر الخبر. اشتروا عصيرنا سوف ينفد كي لا يفوتكم. اشتروه الآن عصيرنا. عمر إناء النقود مملوء. أيمكنك وضعه في الكيس الأبيض؟ بالطبع يا أبي. لا سينفد العصير. ماذا سنفعل يا عمر؟ نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير. إنه جاهز. أعرف ماذا سأفعل.
نضع بعض العصير ونملأه بالثلج. إنه جاهز. كلما بعنا عصيراً أكثر ربحنا مالاً كثيراً. ياي! اشتروا العصير اللذيذ. واو! اللذيذ. ما هذا الصف؟ مرحباً عمر وهنا، ماذا يجري؟ مرحباً رافن، نحن نبيع العصير. إنه لذيذ جداً. أتريد كأساً؟ سأشتري كأساً. بالطبع، تفضل. ها؟ هل نفد؟ إن أردت المزيد عليك شراء كأس آخر. عصير فاكهة لذيذ، اشتروا العصير. ها؟ نفد؟ لم يكن كثيراً. اشتروا العصير، عصير فاكهة لذيذ. هذا غير معقول. ها؟ ماذا يجري؟ هناك مشكلة؟ الكأس مملوء بالثلج. آسفون، سنستبدله بكأس آخر. آسفون، كأس آخر. عمر، هنا، ما الذي حدث؟ وضعنا عصيرا أقل ومزيدا من الثلج لنجني مالا أكثر بكثير. عمر، هنا، كونا أمينين في التجارة وكونا صديقين. ها؟ حتى تكسبا رزقا حلالا. لا مشكلة في أن تربحا أكثر، لكن تذكرا أن تكونا أمينين. فكرا. نفكر؟ فيما ستشعران إن كان العصير قليلا أو طعمه سيء. فكرا. سنفكر في العصير الذي الذي سنبيعه. إن كان لذيذا سيشتريه الجميع. فهمت، سأكون أميناً منذ الآن. وأنا أيضاً. كي يبارك الله في رزقنا. ها؟ ماذا؟ أين إناء النقود؟ ضاعت النقود. لكنه كان هنا. هي، هذا ليس... عمر، هنا. ها؟ سأعيد لكما كيسكما. اعذراني، أخذت كيسكما بطريق الخطأ. ياي! شكرا جزيلا رافن. كم أنت أمين يا رافن. نعتذر يا رافن، لم نكن أمينين. قدمنا لك القليل من العصير. لا بأس، لا عليكما. تفضل، عصير على حسابنا. واو، شكراً لكما. حين نكون أمناء يبارك الله في حياتنا ورزقنا. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أنه علينا أن نكون أمناء في التجارة؟ الله يعلم الغيب ويرى كل شيء. إن كنا أمناء سيبارك الله حياتنا. الحمد لله. سلحفاة مسكينة. واو، انظر يا أمي. إنه يوم ممتع. ما أجمل النزهة على الشاطئ لنبني قلعة رملية. يوم جميل مع العائلة. ها؟ واو، إنها كبيرة. نفاية؟ هي، هنا، أين نضع النفاية؟ في سلة المهملات. أحسنت صنعاً. هنا، هنا، تعالي بسرعة. ها؟ حسناً. ها؟ ها؟ أبي؟ 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 ها. أبي، ها، ما هذا؟
ها؟ نفاية؟ انظروا حولنا. أها، هيا نجمع كل النفاية ونضعها كلها في الأكياس. نجمعها وننظف الشاطئ لتأتي الأسماك وتسبح هنا. ها؟ الأسماك؟ نعم، فالأسماك تعيش هنا. ليس الأسماك فقط، بل أسود البحر وأفراس النهر وقناديل البحر والسلاحف وكائنات حية كثيرة. واو، حيوانات كثيرة. لكن كيف لها أن تعيش وكل هذه القمامة تطفو حولها في البحر؟ محزنا جداً. لذا عليكما ألا تتركا النفاية هنا. حسناً. ها؟ هاي، انظروا هناك. ها؟ سلحفاة؟ ها؟ سلحفاة؟ دعنا نرى، دعنا نرى. ها؟ سلحفاة مسكينة. أيمكنك إحضار سكين؟ دقيقة. سلحفاة مسكينة، اصبري قليلا. حسنا. انتهيت، الحمد لله. نحاول مساعدتك. عمر، هل أحضرت لي منشفة؟ نعم، حسنا. هذا مؤسف. علينا ألا نترك النفايات في المكان. وداعا يا سلحفاة، نراك ثانية، انتبهي لنفسك. لا تأكل النفاية ثانية. لقد تضررت الأرض كثيرا، وكل ذلك بسبب البشر. سلحفاة مسكينة. يا أصدقاء، لا تتركوا النفاية على الشاطئ، وإلا سيتسخ البحر، وهو موطن لحيوانات كثيرة. سنساعدها إن أبقيناه نظيفا. الله يحب ذلك. الحمد لله.